أنا أعتبر أن اليتيم المعنوي أشد مرارة من اليتيم الحقيقي. الحقيقي يعني كما قال شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبوه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. نحن نقول دائما وأبدا وبالذات لليتيم إنه الأم لها دور كبير جدا، ولكن مع هذا الدور لابد من وجود رجل، وغالبا في مجتمعنا يعني أن يوجد الخال والعم وما يتصل فيه يحققون بعض الأشياء التي هو يحتاجها من جانب الرجال، مع أنه والله الحمد لله حتى بدأت الجمعيات تعوض، يعني يوجد أناس مثل زملاء إن شاء الله خير يعني عندهم تخصص في هذا الجانب واهتمام وحرص وكذا، فحلوا محل. ولذلك نحن دائما حتى في غير الأيتام نقول نحن بحاجة إلى آباء مؤسسين، يعني الآباء هناك آباء تخلوا عن مسؤوليتهم، فلو كان عندنا آباء مؤسسين الآن صار الاهتمام بالأيتام لشعور الناس أنهم لا آباء لهم، لكن كم من الناس اللي لا آباء لهم حتى لو كانوا غير أيتام. صحيح صحيح فعلا.